الفراخ اللي بالثوم والبارميزان، عندنا شيش طاووق، انا اخترت الطاووق، ممكن نعملها بصدور لو انتوا عايزين. عندنا جبنه بارميجان مفرومه، عندنا كمان حلقات من الفلفل الرومي، عسل ابيض وتوم وليمون، بودره توم، بودره بصل، بابريكا، وكمان زعتر وتشيلي فليكس. خلاص اوكي، وممكن نزود بابريكا مدخنه، هبقى ازودها يعني حسيت انها هتبقى لايقه قوي عليها دلوقتي. طيب اول حاجه انا هنا مسخنه، بسخن الطاسه كويس، هحط عليها معلقه زيت زيتون، هعملها بزيت الزيتون. ماشي، طيب تعال نحط بقى الاول معلقه عسل، ليمون، ملح، فلفل اسود، زعتر، بابريكا، وهزود البابريكا المدخنه لو تعرفوا تجيبوها لي، بودره ثوم بس مش لازم حالا يعني، بودره بصل. نقلب كويس قوي، معاها معلقه خل وزيت زيتون. هو زيت الزيتون انا حطيته هنا، ممكن ايه احطه كده. خلاص اهو، الله على الريحة. معلقة عسل ابيض، زعتر، بودرة ثوم، بودرة بصل، بابريكا، ملح وفلفل اسود، ومعلقة خل وعصير ليمون وزيت زيتون. خلاص اهو، خطيرة خطيرة. هي السر في التتبيلة انها تبقى مظبوطة. معايا هنا ليمون، هجيب التوم بقى، هحط هنا ورقة زبدة وابتدي احط الايه الطاووق كده. ده اللي انا هحطه في الفرن، هحط شوية في الفرن وشوية على النار. نحط كده، هحط التوم كمان هنا، وفضل الجبنة البارميجان بس مش هحطها دلوقتي يعني، بس يبتدي يلون كده. هدخلها الفرن. هسيبها ربع ساعة، بعد كده ازود لها الايه ال ازود لها الجبنه. طيب عشان قبل ما اطلع فاصل بس هجيب ده كده، ابتدي احط التاووق هنا على الطاسه السخنه. انا ما سخنتهاش قوي، خلي بالكوا عشان زيت الزيتون غلط يسخن قوي. ماشي، نحط كده، نتأكد ان التتبيلة كلها متغرقة. بصوا في التتبيلة كده زي ما انتوا شايفين اهو، خدت التتبيلة كلها. خلاص دلوقتي دي هحط عليها التوم عشان ايه ياخد الفراخ، تاخد نكهة التوم. فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا الجبنة البارميجانا. بصوا هي الوصفة دي توم وجبنة، هي اساسها توم وجبنة. الله على الريحة، تجنن تجنن بجد اهو. ابص على في الفرن، ممكن اقلبها بس الناحية التانية. اوكي، ممكن احط معاها فلفل وادخلها تاني ايه الفرن.
هقلب التوك تاني كده. اوكي انا بس عايزه الزقهم جنب بعض. هدخلها الفرن بقى تاني. ونبص على البوتاجاز. طبعا كل واحد يعملها بالطريقه اللي هو عايزها. بصوا اللي عملناها على النار كشت شويه صغيرين، بس لسه مش هحط لها الجبنه دلوقتي. خلاص هحط لها حبه من البابريكا كده، هقلبها. خلاص بصوا بقى عامل ازاي. بس هحط له ربع كوبايه ميه، احنا ما حطيناش ميه خالص في التوك. واول ما الميه تتبخر هقدمه على طول. الليمون معاه خطير، وبما ان في سمسم كده باقي من اللوبيا صراحه هحط عليه سمسم. طالما في حاجه مفيده نحطها على الاكل. ونزوق بالايه؟ بالتشيلي الحلو ده. الناس اللي زي اللي بيحبوا الحاجات السبايسي. نجيب بقى اللي في الفرن. اهو جبنا بارميجان كده. التوم برضو هنحطه كده، توم المشوي انا بحبه جدا.